بدون شك على ان ملي كتكون خدام في المايكروسوفت وورد او الاكسل او الباوربوينت، ملي كتبغي تسجل هذاك الفيشي ديالك كتكليكي عند بوطون اوفيس او فيشي، فكتلقى قدامك جوج ديال لي كوموند كيف كاين في الصوره اللي هما اونغوجيستري اي اونغوجيستري سو. شنو الفرق ما بين هاد جوج ديال لي كوموند وامتاش كنستعملوا كل وحده فيهم؟ وعاد غترجعوا للورديناتور باش نوريكم البراتيك تاعو. ما تنساوش الاعجاب بالفيديو، مشاركه القناه، ولا تنسوني من صالح دعائكم. يلا سطور. فاول حاجه خصنا نعرفوها ومني كنبغي نسجل اي فيشي، فكاين عندنا جوج الحاجات اللي مهمين ومهمين بزاف. الحاجه الاولانيه هو اي فيشي بغيت نسجله خصني نعطيه واحد لو نون، السميه ديالو باش نبقى نعرفو. وثاني حاجه هي لون بلاسمون. هاد جوج الحاجات مهمين، اي فيشي بغيت نسجله نعطيه واحد السميه ديالو باش نبقى عارفو، ونعطيه البلاصه فين بلاصه بغيت نسجله. يعني يا اما غنسجله مثلا في البيرو، او نسجله في الدي، او نسجله في مي دوكيمون. مزيان داكور. دونك دابا غنشوفوا الفرق ما بين اونغوجيستري و اونغوجيستريسو. اول حاجه غتبغي خصك تعرف فيهم عاوتاني، هو ملي كنبغي نسجل شي فيشي اي فيشي كيف ما كان اللي بغيت نسجلو اول مره، ما تيكونش فرق ما بين هادوك جوج ديال لي كوموند. نكليكي عند اونغوجيستري ولا نكليكي عند اونغوجيستريسو راهم بحال بحال، ما كاينش فرق بيناتهم. امتاش كيكون الفرق؟ هو اللي غنشوفو دابا. دونك تبع معايا هنايا. باردون، هذا عندنا واحد الفيشي انا غنكتب فيه غير واحد الكلمه ونسجلوها. مثلا غنكتب هنايا محمد، في هذا الفيشي كتبت فيه واحد النص ولا كتبت فيه اي حاجه، انا كتبت فيه كلمه واحده. قلنا الا بغيت نسجل اي حاجه بغيت نسجلها خاصني نعطيها لو نون ديالها ونعطيها لون بلاسمون. هذا الدوكيمون انا غنسميه ملي غنبغي نسجلو غنسميه دوكيمون ا، هيا دوك ا، سميتو دوكيمون ا. وغنسجلو مثلا في الدي واحد البلاصه سميتها الدي. مزيان، واللي ما عرفش شنو هي السي واشنا هي الدي، راني ديجا حاط واحد الفيديو شارح فيه مزيان شنو الفرق ما بين السي والدي وكيفاش خصنا نسجلو فيهم. على العموم هاد الدوكيمون ديالي سميتو دوكيمون ا وسجلته في الدي. ملي بغيت نسجلو نختار اونغوجيستري ولا اونغوجيستريسو، قلنا ما كاينش فرق بيناتهم، اللي اختاريتيها راها مزيانه. وامتاش كيكون الفرق؟ الفرق كيكون مني كنكون ديجا سجلت واحد الدوكيمون اللي هو هذا مثلا الدوكيمون رقم واحد، سجلته ياك، عطيتو سميه، عطيتو بلاصه وتسجل. رجعت عنده هذاك الدوكيمون هو نفسه نيت ودرت عليه شي تعديلات، درت فيه موديفيكاسيون، زدت شي حاجه، نقصت شي حاجه، بدلت شي حاجه، يعني درت موديفيكاسيون في هذا الدوكيمون. ملي تندير فيه شي موديفيكاسيون ديك الساعه تيولي فرق ما بين هذوك جوج الكلمات، تيولي اونغوجيستري عندها معنى اونغوجيستريسو عندها معنى اخر. مثال، قلنا مكتوب عندنا محمد، سجلناه سميناه الدوكيمون سميناه دوك ان وسجلناه في الدي. دابا هاد محمد غنزيد حداها احمد، زدت حداها احمد. اذا كليكيت عند اونغوجيستري شنو معنيتها؟ معنيتها داك الشيء اللي كان قديم في الدوكيمون زيد عليه داك الشيء الجديد، سجليه في نفس البلاصه بنفس السميه. يعني شنو؟ يعني ديك الموديفيكاسيون اللي درت غادي تسجلها في هذا الدوكيمون رقم واحد وفي نفس ديك البلاصه اللي هي الدي. يعني الا درت فيها غمي دابا الدوكيمون ومشيت للدي قلبت عليه ولقيته ودخلت عنده، شنو غنلقى فيه؟ غنلقى فيه محمد وحداها احمد. هذه الا كنت درت ليهم اونغوجيستري. دابا غنعاودوا نفس ليكزومبل ونهضروا على اونغوجيستريسو. انا غنحيد هذا الشيء اللي كنت قلت وغنحيد هذا الشيء. مثال، الدوكيمون ديالنا مكتوبه عندنا فيه محمد، هاد محمد غندير عليها شي موديفيكاسيون، غنزيد مثلا هنا كمال مثلا، هاهي كمال زدتها عليها. دونك دابا اذا كليكيت عند اونغوجيستريسو شنو معنيتها؟ معنيتها خلي لي داك الدوكيمون الاولاني اللي كنت سميتو دوك ان وسجلته في الدي، هذا ما نهضرش عليه، هذا صافي خليه. الا درت اونغوجيستريسو شنو غيوقع؟ السيستم غيخلي لي هاد الشيء، غيخليه وغيفتح لي دوطخ دوكيمون. اش غيكون فيها الدوكيمون جديد؟ غتكون مكتوبه فيه ديك محمد اللي كانت في الاولانيه، هاد محمد،
وغتكون مكتوبة حداها كامل، وتيقول لك راه عندك حق تبدل ليه السمية، غنسميه حنايا دوكيمون دو، وعندك حق تبدل ليه حتى البلاصة، غنسجلوه هاد المرة في البيرو. تيقول لك انغوجيستري permet de remplacer l'ancien fichier par la version modifiée. هادي انغوجيستري يعني كنرومبلاسيو داك الشيء اللي كان قديم بداك الشيء جديد بالموديفيكاسيون جديده. انغوجيستري سو تيقول لك permet de garder l'ancien fichier، كتخلي لي داك الفيشي القديم بوحدو. écrit notre fichier contient la version modifiée، تيخلي داك الفيشي القديم ولكن هو تيصاوب ليا دوكيمون واحد اخر فيه داك الشيء جديد، فيه ديك لا موديفيكاسيون جديده. عقلوا مزيان على هاد دوكيمون ا مع دوكيمون دو مع هاد السميات اللي خدمنا، غنوريكم البراتيك ديالهم دابا في لورديناتور. اجي معايا دونك كي كتشوفوا معايا هنايا الدوكيمون ديالي انا كتبت عليه هنايا محمد، الا بغيت نسجلو غنمشي عند فيشي كاين عندي هنايا اونغوجيستري وكاين عندي اونغوجيستري سو. انا ديجا قلت لكم الا كنت غنسجل الدوكيمون اول مره فاللي اختاريت فيهم من هادو راه مزيانه بحال بحال. انا غنمشي نكليك عند اونغوجيستري على هذا الشكل هذا، واخا كليكيت عند اونغوجيستري كي كتشوفوا معايا الفوق جات عندي اونغوجيستري سو، واخا انا كليكيت عند اونغوجيستري. قلت لكم جوج الحاجات اللي هما مهمين، غادي نمشي نعطي الحاجه الاولى هي قلنا لومبلاسمون و لو نو. لومبلاسمون انا غنختار البيرو باش يجي داكشي باين لكم مزيان، والسمية غنسميه كي شلنا في السبورة غنسميه دوكيمون 1 دوكيمون رقم 1، وغادي نكليك لتحت هنا عند انغوجيستري غندير غي دويغ هنايا غيبان لكم الفيشي راه هو هذا، ها هو فين هو مكتوب عليه دوكيمون 1. دونك انا الفيشي ديالي سجلته. دابا اذا درت شي موديفيكاسيون في هذا الدوكيمون راه بحال نخدم عليه دابا ندير عليه موديفيكاسيون دابا بحال انني ندير ليه فيرمي ونعاود نفتحو بحال بحال. انا غندير شي موديفيكاسيون محمد غنزيد حداها هنا احمد. دابا اذا درت اونغوجيستري الا كليكت عاد هاد اونغوجيستري شنو معنيتها؟ معنيتها مني غنجي نفتح هذا الدوكيمون هذا غنلقى عندي فيه جوج الكلمات اللي هما محمد واحمد جوج. ها انتم جربوا حديو معايا، انا غنكليك دابا عاد اونغوجيستري تيبان لكم على انه موقع والو ولكن راني لا فاغميت الدوكيمون، وعاود تفتحته غنلقى فيه الكلمات بجوجات اللي هما محمد ومعها احمد كي شفتو معايا. غنجي ندير شي موديفيكاسيون وحده اخرى، دابا انا كاتب غير محمد صافي وغادي نسجل، غادي نسجلها كوم سا نخليها زعما كي كانت في الاول. دابا انتبه معايا المره الثانيه محمد غنكتب حداها كمال. دابا اذا مشيت درت اونغوجيستري سو الاشاره فالدوكيمون ديالي نورمالمون الكلمه اللي مسجله فيه راه هي محمد صافي. دابا انا مشيت كليك عند فيشي واختاريت انغوجيستري سو، شوف واش غيوقع. عطاني بوسيبيليتي باش نسجل مره واحده اخرى، يعني عندي حق نختار عاوتاني البلاصه وعندي حق نختار السميه. انا غنختار لكم عير البيرو عاوتاني باش ما تلفوش، وهنا غنجي نختار هذه المره غنسميه دوكيمون 2 دوكيمون 2 وغندير ليه انغوجيستري وغنعاود ندير فيرمي. غتشوفوا ولاو عندي جوج ديال لي دوكيمون، دوكيمون 1 دوكيمون 2. دابا دوكيمون 1 اذا فتحتو شنو غنلقى فيه؟ دير بوز للفيديو وجاوب. ودوكيمون 2 اذا فتحتو حتى هو شنو غنلقى فيه؟ الجواب. دوكيمون 1 الا فتحتو غنلقى فيه محمد بوحدها، ها نتوما شوفوا معايا حيت هي اخر حاجه سجلت. اما دوكيمون 2 اذا فتحتو غنلقى فيه محمد ومعها كمال. اولا نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الدرس هذا، اذا كاين شي ملاحظه غتخليوها ليا في التعليق، واذا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك وتخليو شي كومنت مزيان، ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.